السلام عليكم، مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة عالم أم إسحاق. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم هاد التورتة كما كيسميوها، يعني لا طارت المشعكة أو التورتة المشعكة بهذا المعنى هذا، يعني حيت كيجي داك الديكور ديالها من الفوق. غنقدمها لكم إن شاء الله بطريقتي الخاصة والمعتمدة، تبعوا معي الفيديو إلى الآخر. دابا على بركة الله بالمقادير غادي نحتاجوا لهاد الكيك. عندنا نصف كأس ديال بودرة الحليب المجفف، كأس ديال الزيت نفس العبار كأس الحليب مع كأس سكر سنيدة، عندنا 3 ديال البيضات، القرقاع يعني حبات ديال الجوز للتزيين، وعندنا كذلك 2 خمارات، واحد ساشي ديال الفاني، وعندنا كذلك الدقيق كأس ونصف بهذا العبار هذا على حسب الخليط، يعني كأس ونصف كيبقى على حسب الخليط ونوعية الدقيق. وغنحتاجو كذلك الأساس في هذا الكيك هو هاد 2 ديال التفاحات، يعني يكونوا 2 تفاحات كبار بهذا الشكل هذا، وحده غادي نحتاجوها في الخليط الداخل، وحده غادي نديروها في التزيين ديال الكيك مع الجوز. اذا نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. غادي ناخذ البيض في اناء نطربوه بالباتور او بمولينكس مع سكر سنيده، دير في بلاصتو النشا او الفورس، يعني او دقيق الفورس، هي صراحه هذا هو اللي كيجي فيها زوين، يعني نص كاس ديال الحليب البودره غنضيف هو الاول. غنحركوا الحليب البودره مزيان، ثم غادي نضيفوا الدقيق تدريجيا، كاس ونصف ديال الدقيق والخمارات. غنزيدو نكملو الكمية ديال الدقيق اللي عندنا، وغنشوفو على حسب يعني النوعية ديال الفرص، حيت إلا كان الدقيق كيشرب يعني خصنا نزيدو، أولا كان يعني الدقيق ممتاز يعني كيكون هو هداك، هدا دقيق ممتاز، ولكن حنا غنشوفو على حسب الخليط. الاخير غنضيفو الخمارات شويه، يعني الخليط شويه خفيف، غنضيف واحد 2 معالق كبار ديال دقيق الفورس على داك الكاس والنصف، هذا هو الشكل ديالو. والان غادي ناخذ واحد التفاحه وغادي نحكوها مزيان حكاكه الغليظه، وغادي نضيفو هذا الخليط. الان غادي نضيف التفاحه، علاش خليتها يعني هي الاخير باش ما تكحلش، هذا اللون ديالها تيبقى بحال هكا، حيت يلا حكيتها غادي نضيفوها للخليط اللي عندنا. وكنحركوا الخليط مزيان، الكيكه كتجي رائعه من الداخل، كتجي يعني بحال الشكل ديال فيها شي كريمه، يعني التفاح كيذوب وكيتجانس مع الكيك. يعني هذا هو الشكل ديال الخليط، كيكون عاقد شويه، كتزيد التفاحه هذه كتعقدو. الان كناخذو مول بعد ما دهناه بالزبده ورشيناه بالدقيق، غادي نديرو فيه هاد الخليط ديالنا، يعني عندك اختيار المول، اي مول بغيتي ممكن ديري فيه هاد الكيك.
المهم ما تكونش فيه يعني يكون مربع دائري او لا مربع ما تكونش فيه غير هذيك الدواره ديال الوسط حيت هذا الكيك هذا من احسن كيجي التورطه على شكل تورطه اولا ديال لي طارت اولا الكيك المول ديال لي طارت حتى هو زوين يعني مزيان تجربي فيه هذا الكيك. والان كنصايبوا التزيين ديال هذا الكيك اللي غادي نديرو دابا. غناخذوا هاد التفاحه غادي نحكوها مزيان بالحكاكه الغليظه وغنضيفوا ليها هاد الكركاع بعد ما غنهرمشوا شويه. الان خدينا ديك التفاحه ها هي درنا حكيناها بشرناها بالشكل هذا وعندنا كذلك الجوز ديال يعني قليل من الجوز كركاع طحنته بهذا الشكل. الا ما عندكش الجوز كتعوضيه بتقريبا 3 دراهم ديال اللوز يعني بالقشور ديالو كطحنيهم حتى كيوليو غبره وكتضيفي لهم واحد الرشه ديال القرفه. هذه طريقه رائعه حتى هي. انا هنا درت الجوز يعني غنخلطوه مع هاد التفاح اولا عندك اللوز كذلك يعني كتخلطيه مع هاد التفاح هذا بهذا الشكل. هذاك الشيء اش كتسمى هاد الكيك هذا كتسمى المشاكه يعني كتجي زوينه في الشكل ديالها وفي حتى المذاق. غادي نديروها فوق الخال فوق الكيك اللي عندنا وهي خضراء عاد غادي ندخلوها للفرن. خلطناها بهذا الشكل وغادي نبداو نضيفو فيه هكا نحاولوا ما نخليوش يعني العجين حيت غادي تنفخ وغادي يخرج العجين يعني خاوي. نحاولوا نعمروا لا طارت كامله التورته كامله نرشوا عليها كتجي رائعه ان شاء الله غادي تجربوها وتردوا عليا. كنستمروا بهذا الشكل حتى كنكملوا نغطيو الخليط كامل. هذا هو الشكل ديالها ها هي دابا درنا ليها يعني زوقناها كامله وبقات فيها حتى جهه خاويه. ودابا غندخلوها الفرن ساخن على 180 درجه مده 35 دقيقه حتى 40 دقيقه تقريبا ونلتقيو في الاخير. هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا التورته ديال التفاح بعد ما اولا المشاكه كما كنقولوا ليها بعد ما خرجتها من الفرن. الان غندير هنا بشويه ديال الناباج اولا العسل اللي متوفر عندك. انا هنا سخنت شويه ديال الناباج باش تعطي داك لا كولور ديالها لا كولور بريونت يعني هذاك اللون الذهبي. وصلنا لنهايه الفيديو. الان غادي نقطع لكم الكيك باش تشوفوا الشكل ديالو من الداخل كيفاش داير. اذا هذا هو الشكل النهائي ديالو يعني شوفوا كيفاش كتجي الكيك من الداخل. هذاك التفاح اللي تيكون عندنا لداخل كيذوب كيكه كتجي رائعه وخفيفه وداك التفاح اللي كيذوب من الداخل كيخليها تكون رطبه هشيشه بزاف. اذا وصلنا للنهايه ديال الطبق ديال اليوم. كنتمنى ان هذا الكيك يعجبكم وتجربوه ان شاء الله وتردوا عليا في التعليقات ديالكم. وشكرا وما تنسوش الاشتراك والضغط على الزر ديال تفعيل الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد باذن الله وشكرا.